أشاطرك الرأي، المسألة لن تحتمل هذه المرة بالنسبة للأطراف العودة إلى الوراء. بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو يعتبر أنه يخوض معركة وجودية. البعض يركز كثيرا على نتنياهو، لكن نتنياهو هو الأداة في النهاية، هذه قرارات دولة. وأنا بالرغم من كل الكلام عن الضغوط الأمريكية لا أرى هذه الضغوط، أرى شراكة أمريكية وتكافل أمريكي مع إسرائيل، لأن إسرائيل قاعدة أمريكية غربية، علينا أن نأخذ الأمور بهذا الاتجاه. والآن الذي سيحصل هو على الأقل أن إسرائيل التي تتغول من غزة إلى الضفة الغربية لتغيير الأمر الواقع، تحاول تصفية القضية الفلسطينية أو تطويع الفلسطينيين، تسعى أيضا مع كل ما رأته من جبهات مساندة ولو على نار خفيفة، من سوريا إلى لبنان إلى العراق إلى اليمن، أنها لا يمكن أن تتحمل هذا الحصار بالنار أو هذا التطويق. ولذلك هي بالطبع ستسعى لتغيير الوضع، ولكن كما قلتم على دفعات، ربما يأخذ ذلك كثيرا من الزمن. ولهذا أنا أتكلم عن صراع مفتوح، وهكذا دول، إن كان بالنسبة لمصانع السلاح، نحن الآن في صراعات عالمية مفتوحة. المسرح الأساسي أوكرانيا، هناك مسرح آخر في الشرق الأوسط، ربما يكون هناك مسارح أخرى، لكن من يدفع الثمن هم الضعفاء، هم الشعوب في المقام الأول. اليوم نحن نتحدث عن لبنان، لكن على المستوى الاستراتيجي كل شيء مر عبر العراق تجاه سوريا، تجاه لبنان أو من سوريا، واستخدم على إسرائيل بشكل مباشر. كيف ترى وضع العراق ما بعد لبنان أثناء الحرب في لبنان؟ لأن الفصائل العراقية دائما تصعد بشكل كبير، ليس فقط على إسرائيل وإنما أيضا على القوات الأمريكية، إن كانت الموجودة في سوريا أو مستشارية التحالف الدولي في العراق. ألا ترى أن تغيير الوضع الأمني قد يطال العراق بشكل أو بآخر أيضا؟ نعم، العراق معني، والعراق متصل بهذه المنطقة. البعض كان في الماضي يتكلم عن سوريا قلب العروبة النابض، ثبت الآن بعد الدخول الأمريكي إلى بغداد في 2003، وكيف سقط النظام الإقليمي العربي وتهاوى. إذا كان هناك من قلب للعالم العربي للنظام الإقليمي العربي فهو العراق. العراق إذا مركزي والعراق أساسي. وبالطبع عندما يعني كان هناك في لحظات معينة تقاسم نفوذ أمريكي إيراني في العراق، لكن الآن يمكن القول أن النفوذ الإيراني أكبر بكثير، وأن إيران تمرر سياساتها عبر العراق، هذا واضح. ومن الواضح أيضا أن الميليشيات العراقية تقوم بأعمال طبقا للأجندة الإيرانية. هي ضربت، نعم، بعض المرات تقول أصابت حيفا، أصابت العمق الإسرائيلي، لكنها ضربت القواعد الأمريكية. ولاحظنا أنه بعد قيام الطائرات الأمريكية بضرب بالرد على ذلك، على ما يبدو طلبت طهران من هذه الميليشيات التوقف عن ضرب القواعد الأمريكية. بالأمس حصل ضد القواعد الأمريكية في سوريا ضربات، لا ندري إن كانت من ميليشيات عراقية أو ميليشيات أخرى موالية لإيران. الآن أننا نعود الآن إلى نفس الدائرة، وكما ذكرت اللواء الدويري ذكر أن الصاروخ الذي أصاب إسرائيل ربما يأتي من جانب الحوثي، ولكنه صدر برأيه من أراضي العراق. الأخطر أيضا أن لاحظنا كيف أن مستشار رئيس الوزراء العراقي أسيد السوداني صارع مستشاره لنفي ما نشر من أخبار عن افتتاح مكاتب للحوثيين ولحماس. وعندما طرحت مسألة انتقال بعض قادة حماس من قطر إلى دول أخرى، صارعت العراق لرفض ذلك. إذا نعم، العراق موقفها حساس، لكن الآن أخذ البعض يربط بين بعض المسائل والانتخابات العام القادم والمواجهة داخل العراق ضمن أطراف الإطار التنسيقي. كل هذا إذا يزيد الاشتباك الإقليمي حول العراق بشكل أو بآخر، أو التجاذب حول العراق. العراق كما قلت يبقى بلدا مركزيا، ولكن بالطبع إذا تغير الوضع الأمني في مكان معين سيتغير في المكان الآخر.
برأيي من الممكن السماح لإيران أن يبقى نفوذها في العراق، في لبنان، في سوريا، ثقافي، سياسي، اقتصادي، ولكن بتقديري أنه إذا أردنا أن تنتهي هذه المواجهة يجب أن ينتهي النفوذ العسكري، لأن ذلك ليس من أجل إسرائيل، من أجل قيامة هذه الدول، من أجل هذه الدول وهذه الشعوب، يجب أن يكون هناك أعلى للسيادة الوطنية على كل ما عداها.